بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 155. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن باب الرجعة، ووقفنا عند قوله وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، تقدم أن الرجعة تحصل بأحد شيئين، إما باللفظ يعني يقول راجعت زوجتي أو استرجعتها أو أعدتها أو ما أشبه ذلك، والشيء الثاني أن يكون بالفعل وهو الوطئ، فإذا وطئها حصلت الرجعة. نعم. ولا تصح معلقة بشرط. لا تصح الرجعة معلقة بشرط، كما لو قال إن جاء زيد فقد راجعت زوجتي المطلقة، لأن تعليق الطلاق بالشرط لا يصح، تعليق النكاح، لأن تعليق عقد النكاح بالشرط فلا يصح، لا يصح، فكذلك الرجعة لا يصح تعليقها بالشرط. نعم. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. نعم، يستمر وقت الرجعة في كل العدة من حين طلاق إلى أن تغتسل من الحيضة الثالثة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة انتهى وقت الرجعة. فلو طهرت من الحيض من الحيضة الثالثة لكنها لم تغتسل فله أن يراجعها، لأن آثار الحيض ما زالت باقية. الله جل وعلا يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلنا فلا جناح عليكم. فأتوهن من حيث أمركم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فدل على أنه ما لم تغتسل فإن آثار الحيض باقية عليها، ومنها الرجعة، من آثار الحيض صحة الرجعة فيها. نعم. قوله تحصل بوطئها. نعم. ولو كان لا بد أن تكون مباشرة في الفرج أو لو كانت ولا ذلك. يبياتي هذا. نعم. طيب. وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت. إذا فرغت عدتها بأن اغتسلت من الحيضة الثالثة أو تمت 3 أشهر إن كانت ممن لا يحضن فإنها بانت منه، بانت منه بينونة صغرى، بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد جديد. نعم. قال وحرمت قبل عقد جديد. نعم. ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي. نعم. ومن طلق دون ما يملك، إذا طلق دون ما يملك، الحر 3 كما سبق، والعبد 2. نعم. نعم. ثم راجع. إيه نعم، ثم راجع في العدة فإنها تعود عليه على ما بقي من الطلاق، يفوت عليه الطلاق الذي مضى ويبقى، لا يبقى له إلا بقية 3 أو 2 إن كان حرا أو 2 إن كان مملوكا. نعم. لم يملك أكثر مما بقي. نعم، أكثر مما بقي، فإن كان ما بقي إلا 2 فلا يملك إلا 2، وإن كان ما بقي إلا 1 فلا يملك إلا 1. نعم. وطئها زوج غيره أو لا، هذا في البينونة الصغرى، حتى لو تزوجت زوجا آخر
ثم طلقها ثم عقد عليها زوجها الأول الذي طلقها طلاقا دون الثلاث، فإنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها ولو تخلل وجود زوج آخر. نعم. فصل. وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. إي نعم، إذا قال إنه راجعها فقالت إنها طالعت من العدة قبل أن يراجعها فإنه وأمكن ذلك، أمكن أنها تمت عدتها، فإنها تصدق في ذلك لأنها مؤتمنة على عدتها، والقول قولها، قوله تعالى: ولا يكتمن ما خلق الله، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فهي مؤتمنة على انقضاء عدتها. هذا إذا كان ما ادعته ممكنا، أما إذا لم يمضي وقت يمكن فيه انقضاء العدة فإنها لا تصدق. نعم. وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، يمكن انقضاؤها يعني يمكن أنها تحيض ثلاث حيض، فإنه يقبل قولها لأنها أدرى بنفسها وهي مؤتمنة. نعم. أو بوضع الحمل الممكن، أو أن ادعت أنها وضعت الحمل، طلقها وهي حامل، وعدة الحامل وضع الحمل، فإذا ادعت أنها وضعت الحمل فإنها تصدق في ذلك. نعم. وأنكره فقولها. إيه نعم. وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. نعم، إذا ادعت الحرة انقضاء عدتها بالحيض، قالت أنا حضت ثلاث حيض، عدة الحرة ثلاث حيض، فادعت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فإنها لا تصدق في ذلك إلا إذا كان مع الشهر زيادة، إذا كان مع الشهر زيادة ولو زيادة قليلة من الزمن فإنه يقبل قولها، أما إذا كان يعني 29 أو 25 وادعت أنها انقضت عدتها فهذا لا يمكن، لأنه لا يمكن أن تحيض الحائض، أن لا يمكن أن تحيض المرأة في شهر أكثر من ثلاث حيض، شهر كامل. نعم. وهذه ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في أقل من شهر، فلا يقبل قولها. نعم. وإن بدأته فقال. نعم. قال: وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة، في أقل من 29 يوما لا يقبل، لأنه لا يمكن تحيض ثلاث حيض في أقل من شهر، في أقل من 29، ما هو أقل من شهر. نعم. في 29. طيب. أما إذا ادعت انقضاء عدتها في 29 ولحظة بعد 29 يقبل قولها، لأنه يمكن تحيض، لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فيمكن أنه يجتمع لها في الشهر ثلاث حيض وطهران. نعم. وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها. إذا قال راجعتك، أنا مراجعك، قالت أنت أنا منتهية عدتي قبل أن تراجعني، فحصل بينهما نزاع، هو يدعي أنه مراجعها وهي تدعي أن عدتها انقضت، أن رجعته لها كانت خارج العدة، فيقبل قولها لأنها مؤتمنة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. أعدها. قال: وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك، إيه، أو بدأها به فأنكرته فقولها. أو بدأها به، قال أنا راجعته، قالت انتهت عدتي، أنا منتهية عدتي قبل تراجعني. نعم. فإنه يقبل قولها لأنها مؤتمنة على ذلك، لأنه لا يدرى عن حالها إلا هي. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل. هذا في البينونة الكبرى، البينونة الكبرى تحصل بأن يستوفي الحر ثلاث طلقات والعبد طلقتين،
فإذا استوفى الزوج ما يملك من الطلاق بانت منه بينونة كبرى، قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة، لأنه قال الطلاق مرتان ثم قال بعد ذلك فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. قال: إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج في قبل. حتى يطأها زوج. أما لو وطئت بزنا أو وطئت بشبهة فإن هذا لا يعتبر محللا. وأيضا يكون الوطء في قبل، فلو وطئها في الدبر هذا وطء حرام كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يحل به ولا يحللها للأول، لأنه محرم وليس هو الوطء الشرعي، ليس هو الوطء الشرعي. والله جل وعلا يقول: حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء، والمراد به هنا الأمران: العقد والوطء. وذلك بدليل المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان زوجها قد طلقها ثلاثا ثم تزوجت زوجا آخر لكنه ليس فيه وطء، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه هل ترجع للأول، فقال لها: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم، يعني بذلك الوطء في القبل، الوطء في القبل. نعم. قال: حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا. ولو كان الزوج مقاربا للبلوغ، أما إن كان طفلا، إن كان دون المراهق، أن يكون ابن سبع أو يعني دون المراهقة، فهذا لا يحصل به المقصود. أما المراهق فيمكن أن يجامع، يعني المقارب، المراهق المراد به المقارب للبلوغ. نعم. ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل. الوطء المراد به تغييب الحشفة من الذكر أو قدرها من المجبوب المقطوع الحشفة قدرها من الذكر، فإذا غيب ذكره في فرجها حصل الوطء ولو لم يحصل إنزال، ولو لم يحصل إنزال. ولا بد أن يكون هذا مع انتشار، فإن كان غيبه بدون انتشار فهذا لا يعتبر جماعا. نعم. ولا تحل بوطء دبر وشبهة. ولا تحل بوطء دبر، لأن هذا ليس الوطء الشرعي وإنما هو وطء محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وهذا وطء محرم لا يحصل به المقصود. وكذلك الوطء بالشبهة، لو وطئها شخص يظنها زوجته، يظنها زوجته هذا وطء بشبهة. نعم. فهذا لا يحلها لزوجها الأول. نعم. وملك يمين كذلك، لو تزوج أمة مملوكة. نعم. وطلقها طلاقا ثلاثا ثم إن سيدها لما استبرأت وطئها بملك اليمين، بملك اليمين، فوطئ السيد لا يحللها لزوجها الذي طلقها ثلاثا لأنه ليس بالعقد. والله جل وعلا يقول: حتى تنكح زوجا غيره، والسيد يطأها بملك اليمين لا بالنكاح. نعم. ونكاح فاسد. نكاح فاسد، لو تزوجها زوج لكن العقد فاسد بأن كان بغير شهود أو بغير ولي، بأن زوجت نفسها، هذا نكاح فاسد. والفاسد ما اختل شرطه، والباطل ما اختل ركنه. نعم. هذا هو النكاح، يعني الباطل والفاسد بينهما فرق في النكاح: الباطل ما اختل ركن من أركانه، والفاسد ما اختل شرط من شروط، يعني وجدت أركانه لكن اختل شرط من شروطه. نعم. ولا في حيض ونفاس. ولا يحلها لزوجها الأول لو وطئها زوجها الثاني بحيض، لأن هذا غير مأذون به شرعا وهو وطء محرم،
أو نفاس مثل الحيض. نعم. وإحرام وصيام فرض. وإحرام وطئ محرم بالإحرام، لأن المحرمة لا يجوز وطئها، فلو وطئها زوج آخر وهي محرمة فهذا الوطئ لا يحلها لزوجها الأول بعد طلاقها من الثاني، لأنه وطئ غير مأذون به شرعا. نعم. وصيام فرض. أو وطئها زوجها الثاني وهي صائمة صيام الفرض، فهذا وطئ محرم، وطئ محرم لا يحلها للأول. أما إذا وطئها في صيام نفل فلا بأس، لأنه يجوز قطع صوم النفل. نعم. ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. إذا طلقها ثلاثا ثم غابت في بلد آخر ثم جاءت وادعت أنها انقضت عدتها وأنها تزوجت وطلقها زوجها الثاني، فله أن يتزوجها بناء على قولها إذا صدقها، أما إذا كذبها فلا يجوز له ذلك، إذا صدقها جاز له أن يتزوجها وأمكن ذلك، يعني بشرطين. الشرط الأول أن يصدقها، فإن كذبها فلا تحل له لأنه مكذب لها معترف أنها لا تحل له. الشرط الثاني أن يمكن أنها تمت عدتها وأنها تزوجت، يمكن ما ادعته، فإذا أمكن فإنها تصدق. نعم. قال رحمه الله: كتاب الإيلاء. الإيلاء مصدر آلاء، يولي إيلاء بمعنى حلف، والألية هي اليمين، والإيلاء المراد به أن يحلف على ترك وطء زوجته 4 أشهر فأكثر، أن يحلف زوج على ترك وطء زوجته 4 أشهر فأكثر، هذا هو الإيلاء. نعم. قال الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه الآية هي الأصل في أحكام الإيلاء. نعم. قال: وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك حلف زوج، هذا شرط، أن يكون الحالف زوجا حين الحلف، أن يكون زوجا حين الحلف، أما لو كان أجنبيا حين الحلف ثم تزوجها وحلف ثم تزوجها فإنه لا يعد موليا. والثاني أن يكون الحلف بالله جل وعلا أو بصفة من صفات الله عز وجل، أما لو حلف بغير الله كان حلف بالطلاق أو بالعتق أو حلف بمخلوق فإن هذا لا يعتبر إيلاء، لأن هذا لا يعد يمينا شرعية. نعم. وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته، هذا الشرط الثالث، على ترك وطء زوجته في قبولها، على ترك وطء زوجته، أما لو حلف أنه ما يسكن معها أو أنه ما يقبلها أو أنه ما يباشرها فهذا لا يعتبر إيلاء. الإيلاء أن يحلف على ترك الوطء، على ترك الوطء في الفرج. نعم. في قبولها أكثر من 4 أشهر. في قبولها. نعم. قلنا لو حلف أنه ما يباشرها أو لا يقبلها أو لا يلمسها فهذا لا يعتبر إيلاء أكثر من 4 أشهر. هذا الشرط الرابع، أن تكون المدة التي حلف على ترك الوطء فيها 4 أشهر فأكثر. أما إذا كانت أقل من 4 أشهر كما لو قال: والله لا أطأها 20 يوم أو شهر أو 3 أشهر فهذا لا يعتبر إيلاء. نعم. يعد يمينا. نعم.
يعد يمينا فيه كالطبع. هو يمين على كل حال، لكن لا يعد إيلاء إذا يوقف عنده ويطلب منه الطلاق، ما يوقف عنده، لأن أقل من 4 أشهر الزوجة ما تتضرر بترك الجماع، لكن 4 أشهر تتضرر بترك الجماع. نعم. ويصح من كافر وقن، يصح الإيلاء من زوج كافر لأنه زوج، للذين يؤلون من نسائهم، هذا عام في جميع الأزواج سواء كانوا كفارا أو مسلمين، أو كان قنا لأن القن زوج أيضا. نعم. فلفظ الآية عام في جميع الأزواج، الأحرار والعبيد والمسلمون والكفار. نعم. وغضبان وسكران، أو كان حال الحلف غضبان تنعقد يمينه ولو كان غضبان، أو سكران غاب عقله بالسكر وحلف، فإنه يعتبر موليا. ومميز يخرج بذلك الزوج غير المميز، يعني كان دون التمييز فهذا لا ينعقد يمينه وليس له إيلاء. نعم. ومريض مرجو برؤه، إذا آل المريض الذي يرجى برؤه صح إيلاؤه، أما إذا كان لا يرجى برؤه فهذا لا يتصور منه الوطء، لا يتصور منه الجماع لأنه لا يستطيعه، أما إذا كان مريضا يرجى برؤه فهذا قد يشفى ويستطيع الجماع. نعم. وممن لم يدخل بها أو لم يدخل بها. نعم. ويصح إيلاء الزوج من زوجته ولو لم يحصل دخول، لو بعد العقد مباشرة فإنه يقع الإيلاء ويصح ويعامل معاملة المولي. نعم. لا من مجنون، لا يصح الإيلاء من مجنون لأنه فاقد العقل، والمجنون لا يتصور منه قصد ولا نية. نعم. ومغمى عليه كذلك لأنه فاقد للقصد والنية. وعاجز عن وطء لجب كامل، وعاجز عن وطء لا يتصور منه الوطء، هو ممتنع من الوطء قبل الإيلاء خلقيا، يعني قبل الإيلاء فلا فائدة من إيلائه. نعم. فإذا قال والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر. فإذا قال والله لا وطئ، هذه صورة الإيلاء، إذا قال والله لا وطئ يعني لا أطأك. نعم. أبدا يعني دائما طول الدهر، أو قال مدة تزيد على 4 أشهر فهذا هو المولي، أما إذا قال مدة أقل من 4 أشهر فهذا ليس بمولي. نعم. أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال، أو لا أطأك حتى ينزل عيسى أو حتى يخرج الدجال، أجله بشرط لا يقرب حصوله، بشرط لا يقرب حصوله يعني يزيد على 4 أشهر، لأن خروج الدجال ونزيل عيسى هذا يزيد على 4 أشهر. نعم. أو حتى تشرب الخمر أو تسقط، أو علقه على شرط محرم، كان قال والله لا أطأك حتى تشرب الخمر، فهذا يعتبر إيلاء أيضا لأنها لا يحل لها، علقه على شرط محرم. نعم. أو تسقطي دينك، وهذا إكراه أيضا، إذا قال والله لا أطأك حتى تسقطي دينك فهذا إكراه ولا يجوز له هذا ولا ينعقد به الإيلاء. نعم. أو تهبي مالك لأنه علقه على شيء محرم وهو تضييع المال. نعم. ونحوه فمول، أي نعم، فيعتبر في جميع هذه الأمور موليا، يعني له حكم المولي، فإذا مضى يعني تطبق عليه أحكام المولي. نعم. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء. نعم. ينظر المولي، ينظر إلى أن تمر عليه 4 أشهر، فإن رجع في أثنائها وكفر عن يمينه فالحمد لله، قال تعالى فإن فاءوا فإن الله، يعني رجعوا عن اليمين وجامع زوجته قبل 4 أشهر فإن الله غفور رحيم.
وإن عزموا الطلاق، يعني إذا تمت 4 أشهر ولم يطأها فإن الحاكم يستدعيه بطلبها، فإما أن يطأ ويكفر عن يمينه، وإما أن يطلق، فإن أبى أن يطلق طلق عليه الحاكم وأنهى المشكلة، ولا تبقى هذه المرأة بدون زوج يطأها. نعم. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قناً، نعم، فإن وطئ ولو بتغييب حشفة، فإن وطئ في أثناء 4 أو بعد 4، نعم، فقد فاء يعني رجع عن يمينه وتلزمه الكفارة، حصل المقصود والحمد لله. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. نعم. وإلا أمره بالطلاق، وإلا أمره الحاكم بأن يطلقها إزالة للضرر عنها، فإن أبى فإن الحاكم يطلقها عليه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع. نعم. فإن أبى طلق حاكم عليه 1 أو 3 حسب ما يراه الحاكم، يطلقها طلقة واحدة أو يطلقها 3، أو فسخ منه فسخا بدون لفظ الطلاق، قال فسخت في نكاح فلان من فلانة. نعم. وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. أما الوطئ المحرم إذا وطئ في الدبر فإنه لا يعتبر فيئة، لأن هذا ليس وطئا شرعيا، أو وطئها دون الفرج، لأن وطئها بين فخذيها أو في مكان من جسمها، فهذا لا يعتبر وطئا شرعيا، يعني يزول به الإيلاء ويزول به اليمين. نعم. وهذا لا يحصل به الوطر، لا يحصل به الوطر من الزوجة، وإن كان يحصل به الوطر للزوج وهو استفراغ الشهوة، لكن الزوجة لا يحصل لها، لأن المقصود دفع الضرر عن الزوجة. فإذا جامعها في الدبر أو جامعها في غير الفرج فإنه لم يحصل مقصودها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من مهندس الصوت الزميل مشعل الدهيشي، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.